السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ربكم خير. ده ان شاء الله يكون الجزء الثاني من الفيديو الرابع اللي زي ما قلنا هنصمم فيه يو اي او يوزر انترفيس باستخدام canva.com. تمام، طبعا هتدخل على الموقع عادي وتعمل كريت اكونت، بعد كده تختار كريت ديزاين. احنا هنا نختار كاستم سايز اهي. بيقول الويتس في الهايت، الويتس عندنا 800 بيكسل، في الهايت 480. تمام، هقول له create a new design. زي ما اتفقنا ان انا دلوقتي عندي الابعاد دي انا بختارها بناء على الريزوليوشن اللي عندي. الريزوليوشن عندي الويتس في الهايت 800 في 480. تمام، دي مساحة العمل، او دول 800 في 480، يعني دول كده 800 عرض في 480 ارتفاع. انتظر بس على ما الكومبوننت اللي هنا اتحمل. ممكن تضيف اي حاجة من دي لو انت حابب تضيف حاجة. تمام، انا هاجي هنا مثلا على element، خلينا نختار مثلا switch. في حاجة زي دي برو، ده انت عشان تستخدمه تدفع فلوس. تمام، ممكن نستخدم دول الفري ده. تمام، هذا اختار ده واسحبه كده. بس في حاجة، هما دول الاتنين مع بعض في نفس الصورة. طيب نشوف حاجة تانية برو. حتى احنا ممكن نطلع برا الموقع خالص، نجيب صورة عادي. عشان برضو ما تعتمدش على الموقع، انا ببقى عامل عامة ببقى عامل ممبرشيب، بس انا مش مفعلها دلوقتي، فخلينا نجيبها من برا كده. اقول سويتش بي ان جي. png. ماشي، خلينا نختار بقى. مثلا صورة زي دي. سويتش ايكون دي كويسة. ماشي،
ولا سيف از. ماشي داونلود ونرجع. اخترنا الأف ونختار الأم. ولا برضو ايه داونلود او سيف. جبت الاثنين ام ولا ايه؟ تمام، اجي هنا على الموقع اقول له ابلود ابلود ميديا. هذه صورة الاف. هذا صورة الأم. اوكي تمام، ممكن اجي اسحب دي كده هنا. تصغر بقى براحتك، انا ممكن نخلي الخلفية بس لون تاني. بس ابقى شايف كنترول دي او دوبليكيت. ممكن اختار الاثنين مع بعض مرة واحدة. هنا دلوقتي بس انا عايز اعرف ابعد قد ايه. طيب احنا ممكن ننزل ده ونظبطه بناء على التاني. اخد دول كده
زادت أكيد. هحاول إيه، هعمل دبليكيت للبيج دي تحتها. دول ممكن نعمل ديليت لي دي كلها. اعمل داونلود لدي، اقول له داونلود كده، خلينا نسمي دي الاول الاوف. هاجي نعمل داونلود ترابي ان جي، اختار لي الاون الاوف دان داونلود. ممكن نسمي التصميم كده it switches. اقول دون هنا،
مش هنرجع للبرنامج، خلينا نكريت بيجي جديدة. واجي هنا اقول له الديفولت بتاعي، اروح على البيكتشر، نضيف الصورتين اللي عملناهم، البيكتشر دي باك جراوند اهي، بدل ما هي سوليد كولر هقول له خليها ايمج، اختار الايمج باي ديفولت كله هيبقى اوف. تمام، اجي هنا كريت باتون على كل واحد من دول، كنترول سي كنترول في، تمام اختار دول كده كلهم، بدل ما هي هنا 3D ما هي سوليد، خليها كروب ايمج، بيقول لي دي الديفولت كروب ايمج، اختارها الاوف، بريس ترى الأم والله. اوكي خلينا نشيل التكست اللي على كله كده، صوت الدوشة دي لو سمعناها فهي صوت مروحة اللاب، عشان محدش يقول المايك فيه نويز، دي مش نويز. تمام نعمل ديباج، ماشي مش عايزين دي. طيب دي بتتحل ازاي؟ هنا دي بيجي واحد، هاجي هنا اقول له روح بيجي واحد، ماشي دي محلولة، هنيجي هنا كده ديباج، تمام انا كده اون اوف اون اوف اون اوف. طيب احنا كده صممنا ده اللي هو اليو اي او اليوزر انترفيس، عايز بقى كل ما اضغط على واحد من دول يبعت كوماند معين، نفس ما عملنا في الفيديو اللي فات، هنيجي على كل واحد على حسب، انا عايز مثلا في التاتش يبعت كوماند وفي الريليز يعمل كوماند، هاجي هنا اقول له مثلا وليكن هنا برنت ابعت لي الكاركتر واحد، وهنا اتنين،
هنا 3. هنا 4. هنا 5. هنا 6. امر برنت زي ما اتفقنا بيبعت كاركتر، سنجل كاركتر. كنترول في اقول له هنا، احنا قلنا 1 2 3 4 5 6 7. اجي هنا اقول له كنترول في 8. طيب ده لما هضغط، طب لما اعمل ريليز بقى او لما اشيل ايدي هيفضل واخد نفس الامر وهيفضل بيبعت نفس القيمة. طب انا عايز اخليه لما اشيل ايدي يقول له ستوب، اقول له كنترول في مثلا وابعت للكنترولر او البي ال سي اس او اس كابيتال، اقول له كنترول اي سي كنترول في كنترول في ركز معايا. انا هنا هقول له اظهر لي سترينج، بلاش هيكسا ديسمال، مش عايز هيكسا ديسمال، عايز اقول سترينج. ده سيميليشن ريتيرن، يعني اي سويتش هضغطه او اي حاجه المفروض ده بيحكي لي اللي بيحصل بالظبط. انا ممكن بدل ما انا هنا شايفين سند كوماند 2 دي، بدل ما انا مختار كارنت سيميليتور تمام، انا ممكن اختار النكستشن او النكست اين ديفايس او السيميليتور والديفايس، يعني ممكن اوصل الشاشة عادي. فانا خلينا على السيميليتور ده بس دلوقتي. ركز هنا تحت ومع السويتش، لو انا ضغطت على السويتش الاول بعت ايه؟ بعت 1. المفروض لما اشيل ايدي او لما اشيل الماوس اللي انا ضاغط بيه دلوقتي يبعت اس، بعت اس 1 اس. ده كان 8. 8 اس، 7 اس، 6 وهكذا. تمام. هنا نفس الكلام، شايف دي بيقولك ده simulation return، يعني ده اللي المفروض الشاشة بتبعته تمام. ده بيحاكي الشاشة هتبعت ايه للكنترولر. طب لو الكنترولر بيرد عليك بقى وانت موصل الشاشة، المفروض يظهر لك اللي الكنترولر بينفذه هنا، ال MCU return او المايكرو كنترولر return تمام. عايزين نضيف مثلا بروجريس بار، شيل ده بقى كده، هاتلي بروجريس بار مثلا. نقول له مثلا خليه فيرتيكال، ودول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ماشي. الفاليو هنخليها 20. نخلي ده ستايل. ماشي. الفاليو اوبجكت نيم كل ده تمام. خلي اللون ده بس بحيث ايه يبقى لون كده متماشي مع ال select. ممكن نخلي ده select هاتلي لون white. ماشي. ممكن لما يدوس مثلا او لما يعمل release على كل واحد من دول، يعني انا هنا مثلا هقول له ده كان اسمه ايه،
جي زيرو صح؟ ممكن انا هنا اقول له لما ده يحصل له بريس خلي لي الجي زيرو دوت الفاليو او الفال ايكوال او بلس مثلا ايكوال 10 تمام كومبايل تمام كنترول سي نفس الكلام كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في في مشكلة هتحصل بس أنا عايزك تشوف. ركز كده هنا، المفروض إن ده دلوقتي 20% بقى 30% 40 50 60 70 80 90 100. طيب ما بينزلش ليه بقى؟ عايزين نحل المشكلة دي. تمام وعايزين نظهر قيمة الجي زيرو. خلينا ننزل مثلا وليكن متغير او تكست، خلينا نجيب التكست ده مثلا نرفع ده فوق شوية، نجيب التكست ده هنا فونت باي ديفولت زيرو اللي احنا مكريتينه هنا تمام. هاجي على الفونت ده اقول له، هو بيقول لي الماكس ماشي هي 10. نيو تكست هنشيل دي ونكتب 20% تمام. خلينا نقول ان كل واحد من دولت يدي فاليو احسن، يعني خلينا نقول ده هيقول ان الجي فاليو ايكوال 30 تمام، ونغير التكست اللي هو التي زيرو دوت تكست ايكوال 30% كومباين تمام. هناخد الجزء ده كده كنترول سي خلي لي ده يبقى 40 واللي تحت دي 40 خلي ده يبقى 50 وده 50 يبقى احنا كده 20 30 40 هنخلينا ايه 50 30 40 50 60 70 80 90 أخيرا ده يبقى 100.
تمام، يبقى احنا كده عملنا قصين بقيمة مكانية. عايزين بقى لما الريليز يرجع للفاليو الأساسية بتاعته، يبقى أنا هاجي هنا أقول له خلي لي ده ب20 وده ب20%. ناخد دي كده كنترول سي نحطها في كل، الباج ركز هنا 20%، 30%، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، بيرجع 20. ركز كده في أرقام هنا بتظهر، الأرقام دي مكتوب هنا ايه؟ اتش، يعني هيكسا ديسيمال. لو وقفت عليها هيقولك ايه ده حرف اتش، واللي تحته اس اتش اس وهكذا. لو انا قلت، لو انت قلت له خليه ده بيقولك دي الكوما الهكسا ديسيمال، يعني اللي هي 53 والسترنج بتاعتها اس، فخلينا نخليها سترنج. او بقولك طيب خلينا نضغط على رقم واحد، بعت رقم واحد، لو انا شلت ايدي هيبعت اس، 2 اس، 3 اس، وهكذا. واحنا كده وصلنا للي احنا محتاجين. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، شاركوا مع زمايلكم، ما تنسوش تشاركوا المعلومة مع زمايلكم. انت مش هتخس حاجة لما تشارك معلومة مع غيرك. وشكرا.